الموجة الحارة التي بدأت تأثيرها منذ بداية هذا الأسبوع، تراجع قليلا يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، ولكن من المتوقع أن يحدث اشتداد غير مسبوق كما ذكرت اعتبارا من يوم غد الخميس، وتلامس به درجات الحرارة قيما قياسية قد تكون حول 44 درجة مئوية وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على أقل تقدير. بداية نستعرض لماذا هو سبب التراجع الذي حدث في الأحوال الجوية أو في يعني الموجة الحارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. خلال يوم أمس ونهار هذا اليوم كانت هناك كتلة هوائية معتدلة الحرارة، أي أنها ذات درجتها أقل من الموجودة في المنطقة، وتدفق على إثرها رياح غربية قادمة من البحر الأبيض المتوسط نحو الأراضي الفلسطينية والأجزاء الغربية من المملكة على وجه التحديد، مما عمل على حدوث انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة سواء يوم أمس والثلاثاء وحتى يوم الأربعاء. لكن الطقس استمر حار، وذلك بسبب وجود ارتفاع في نسب الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بالحرارة. على الجانب الآخر، المناطق الشرقية من المملكة وعموم مناطق بادية الشام وشرق المملكة وحتى الأجزاء الجنوبية الشرقية من المملكة يعني استمر بها الطقس حارا بشكل لافت في أغلب هذه المناطق، واستمرت درجات الحرارة في مستويات أربعينية، وطبعا هناك حتى فروقات في درجات الحرارة ما بين المناطق الغربية من المملكة والمناطق الشرقية. فمثلا نسمع في أن مناطق مثل الزرقاء تصل إلى ما يتجاوز 40 درجة مئوية، في حين تكون أقل بخمس درجات في العاصمة عمان، وكلما اتجهنا باتجاه المناطق الغربية انخفضت بها درجات الحرارة، طبعا أخذين بعين الاعتبار يعني موضوع الارتفاع عن سطح البحر وخصوصية مناطق الأغوار. لكن ماذا سيحدث اعتبارا من يوم غد الخميس؟ من المتوقع بمشيئة الله تعالى عودة اندفاع ذات الكتلة الهوائية شديدة الحرارة والتي جلبت مستويات عالية من درجات الحرارة في بداية هذا الأسبوع. يوم السبت سجلت في العاصمة عمان 41 درجة مئوية، يوم الأحد 42، يوم الاثنين 42 درجة ونصف. هذه ذات الكتلة الهوائية شديدة الحرارة المسببة لهذه الموجة الحارة يتوقع أن تعاود بالاندفاع من جديد نحو المناطق الشرقية للبحر المتوسط بما فيها مناطق بلاد الشام، وتندفع أكثر كما تلاحظون حتى صوب الأراضي التركية، وتصبح تقريبا مركز هذه الكتلة الهوائية شديدة الحرارة متمركزا فوق المملكة على وجه التحديد. هناك مركز لاهب لهذه الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، بالعادة يكون هذا المركز اللاهب موجود في أواسط المملكة العربية السعودية أو حتى في مناطق يعني منتصف صحراء شبه الجزيرة العربية، ولكن مع تحرك واندفاع هذه الكتلة الهوائية شديدة الحرارة نحو يعني مناطق بلاد الشام وتمركزها وتموضعها فوق مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط، أصبح هذا المركز اللاهب الذي ترونه بهذا اللون قريب جدا حتى من المدن الرئيسية التي يعني بالعادة تكون بعيدة وبمنع عن هذا المركز اللاهب. هذا الأمر سيعمل على حدوث ارتفاع يعني غير مسبوق على درجات الحرارة، وتتجاوز هذه درجات الحرارة القيم المعتاد عليها حتى في الموجات الحارة. أعلى درجة حرارة سجلت في العاصمة عمان كانت 43 درجة ونصف، سجلت في عدة مناسبات في السابق، وسجلت تحديدا في محطة رصد مطار عمان المدني في شرقي العاصمة عمان، كانت أعلى درجة حرارة تقريبا 43 درجة ونصف، سجلت في عدة مناسبات خلال يعني تقريبا في عام 2010 سجلت أيضا في عام 2000 وأعتقد في عام 79. ولكن يعني مع اقتراب هذا المركز اللاهب من المدن الرئيسية قد يكسر هذا الرقم القياسي وتتجاوز به درجات الحرارة 43 درجة ونصف في العاصمة عمان الخميس وربما الجمعة وحتى في أيام أخرى خلال الأيام القادمة. هناك فرصة لأن يتم تكسير هذا الرقم القياسي وأن تسجل العاصمة عمان رقما قياسيا جديدا بالنسبة لدرجات الحرارة. وكما تلاحظون هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة، وهذا الرسم التوضيحي يشير إلى ذات الأمر. دعونا نستعرض بشكل علمي توقعات الخرائط الجوية فقط كشرح سريع بشكل الكتل الهوائية. هذه الخرائط أمامكم هي خرائط محاكاة لكيفية تحرك الكتل الهوائية. نستطيع أن نقول أن اللون الأحمر الداكن هو حد الموجة أو حد الكتل الهوائية شديدة الحرارة، هذا اللون الرمادي هو مركز اللاهب الذي تحدثنا عنه، وهذا اللون الأحمر يعني أكثر الأفتح هو يدل على درجات الحرارة الأكثر اعتدالا اللي هي أقرب لمعدلاتها. هذا كان أمس الثلاثاء، إذا كما تلاحظون هذا اللون ينوم على وجود الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة أكثر اعتدالا، يمتد منها بعض الرياح باتجاه الأراضي الفلسطينية. كما تلاحظون إذا المناطق الغربية من المملكة تقع على حافة الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، وأيضا تقع على حافة الكتلة الهوائية
اللاهبة أو مركز الكتلة الهوائية شديدة الحرارة. وكما نلاحظ حتى يوم الأربعاء تراجع أكثر نحو يعني الشرق، إذا هذا أمس الثلاثاء هذا يوم الأربعاء، وما زال هناك بعض التيارات الهوائية التي تمتد من يعني البحر الأبيض المتوسط باتجاه الأراضي الفلسطينية والمناطق الغربية من الأردن، وهذا هو سبب تراجع وطأة الحر الذي حدث خلال اليومين الماضيين. لكن دعونا نرى غدا الخميس، إذا هذا مقارنة فقط، هذه يوم الأربعاء، لاحظوا معي الخميس، هذا اللون الداكن الذي كان هنا على غرب المملكة أصبح في تقريبا الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، اقترب المركز اللاهب من المدن الرئيسية الأردنية، أصبحت معظم مناطق المملكة تحت اللون الرمادي الذي يشير إلى درجات حرارة قياسية مترافقة مع المركز اللاهب لهذه الكتلة، وأصبحت هذه الكتلة ممتدة في عموم مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط. يوم الجمعة أكثر اندفاع نحو الغرب وتمركز لهذه الكتلة فوق المملكة والمنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط ودرجات حارة قياسية والكتلة اللاهبة على مشارف المدن الأردنية أيضا، وهذا الأمر أيضا يستمر معنا حتى يوم السبت، ذات الشكل للخريطة موجود معنا، وبالتالي استمرارية لهذه الموجة الحارة التي بالمناسبة أعلنت بها إدارة الأرصاد الجوية بأنها الأطول مدة منذ بدء تدوين السجلات المناخية في منطقة مطار عمان المدني أو مطار ماركة منذ أي عام 1922، أي منذ إمارة شرق الأردن، وهذه تعتبر أكثر وأطول موجة من حيث المدة الزمنية سجلت في سجلاتنا المناخية، ولا شك بأنها موجة استثنائية كونها أيضا تأتي في شهر أيلول في شهر 9، هذا الشهر الذي يعرف في علم الأرصاد الجوية بأنه بدء أو بداية فصل الخريف. إذن انتقالا للتوقعات الجوية، إذن الخميس غدا يتوقع أن تصل درجة الحرارة لما بين 42 إلى 44 درجة مئوية في العاصمة عمان، قد يكسر الرقم القياسي في شرقي العاصمة عمان بشكل عام. يوم الجمعة 43 إلى 44 درجات حرارة لاهبة، نتكلم عن هذه العاصمة عمان، نعم درجات حرارة أعلى من معدلاتها ب 12 درجة مئوية مما هو معتاد عليه. كما لاحظنا غدا الخميس ما بين 42 إلى 44 درجة مئوية وقد يكسر الرقم القياسي، نفس الشيء يوم الجمعة، والسبت تراجع لا يذكر يعني 41 درجة مئوية. أود أن أشير أيضا أننا قد نتعرض لأحوال جوية غير مستقرة مع هذه الموجة الحارة، فغدا مثلا الخميس وباقي الأيام تتكاثر السحب في ساعات ما بعد الظهر والعصر، هذه السحب تكون متوسطة وعالية تنجم عن أحوال جوية غير مستقرة، وقد ينجم عنها هطول زخات محلية من الأمطار مع ساعات العصر والمساء، والتي ربما حتى قد تصحب بالرعد في بعض المناطق، ولكن تكون بإشمالا هي في نطاقات محدودة بشكل طبعا عام. يعني نود أن نلقي ونسلط الضوء على إرشادات هامة جدا خاصة مع تزامن هذه الموجة الحارة واشتدادها المرة أخرى مع عطلة نهاية الأسبوع، يعني نرجوكم أخذ هذه الإرشادات يعني بصورة جدية، وهو عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وحتى ولو كان لفترات قصيرة وطيلة ساعات النهار، يعني الأجواء ستكون لاهبة غدا والجمعة والسبت، وبمناسبة قد تلامس درجات حرارة 50 درجة مئوية في بعض مناطق الأغوار الوسطى، وبالتالي الأجواء يعني ستكون غير معتادة في المملكة ويعني شديدة الحرارة. الأمر الآخر، ندعوكم للإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة حتى وإن لم تشعروا بالعطش لتعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وكذلك ندعوكم إلى عدم بذل أي جهد بدني في الخارج في ظل هذه الأجواء. أيضا رسالة هامة لكم بشأن المركبات، المركبات هي أجسام معدنية والسيارات أقصد تكتسب حرارة عالية جدا تحت أشعة الشمس طوال اليوم، ومع ارتفاع درجات الحرارة تصبح درجات الحرارة داخل المركبات تتجاوز قيم 70-80 درجة، وبالتالي ندعوكم إلى عدم ترك أطفالكم داخل المركبات ولو لفترة قصيرة من الزمن، ولو حتى يعني للذهاب مثلا أخذ شغلة معينة من البقالة، ندعوكم إلى عدم ترك أطفالكم. ومن المؤسف أن حدثت بعض الحوادث خلال الفترة الماضية، توفي على أثر بعض الأطفال في الأردن وبعض الدول العربية نتيجة ترك الأطفال داخل المركبات ولو فترات قليلة أصابهم بالاختناق. أيضا أمر آخر، في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم ووجود يعني بعض الإرشادات بزيادة التعقيم وحملنا لعبوات التعقيم، ندعوكم للانتباه ب يعني عدم ترك معقمات اليدين أو أي عبوات مضغوطة أو تعقيم أو عطور داخل هذه المركبات واللعات
في هذه الظروف الجوية نظرا للارتفاع الكبير على درجات الحرارة. إذن هذه كانت نشرة جوية خاصة تتحدث حصرا عن الأحوال الجوية المتوقعة وسبب شدة الأحوال الجوية وسبب توقعاتنا بأن تبلغ الموجة الحارة قيما قياسية خلال الأيام القادمة. هناك نشرة جوية رئيسية معتادة يوميا نتكلم بها عن درجات حرارة بالتفصيل، تابعونا أيضا بها في محافظات ومدن المملكة. أتمنى لكم جميعا السلامة ودمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.